السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، نورتونا. احنا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج جيل يشرف، معانا نماذج برضو مشرفة وفخورين طبعا بوجودها معانا. محمود تانية ثانوي صح؟ إن شاء الله. أحمد عمرو أهلا بيك. تانية إعدادي. تمام. تمام. احنا طبعا في برنامجنا زي ما احنا متعودين احنا بنجيب النماذج الجميلة ديت عشان نثبت للعالم كله ان في مصر في ناس تشرف، في جيل صاعد جميل لو وقفنا جنبه وادينا له الفرصه فعلا هيبقى كويس. قبل ما نتكلم مع ضيوفنا خلونا نتكلم شويه عن موضوع الثانويه العامه والمشاكل اللي كانت حصلت او اللي انا سمعتها بصراحه، وحاجات جد يعني غريبه جدا استقت منها شويه. اكيد انتوا سمعتوا طبعا قصه الثانويه العامه ومشاكلها صح؟ اكيد عايشين فيها. اكيد طبعا. في الثانويه العامه يعني كانوا دايما يقولوا لنا انت لازم تجيب 98%، لازم تجيب 100%، لازم تبقى رقم واحد عشان تخش كليه القمه، كليه الطب، كليه صيدله، كليه اسنان او كليه اعلام وهكذا طب صح؟ يا دكتور، لو جبت في الثانويه العامه 50% ابقى فاشل؟ دي نقطه جميله، ده سؤال جميل جدا. هو اصلا الانسان مش مجموع درجات، يعني مش عباره عن درجات. احنا مشكلتنا في المجتمع ده عامة ان هم للاسف حصرونا شويه، الاب والام، من كتر خوفهم علينا وكتر حبهم لينا، والمجتمع بتقاليده وعاداته اللي هي بعضها خاطئ بدا ان هو يحصرنا او يحصر الطالب او يحصر الانسان في مجموع درجات. فبدا ان الشاب او الولد اللي في ثانويه عامه حياته كلها متوقفه على مجموعه اللي هيطلع في الثانويه العامه، لدرجه ان انا بسال واحد من ضمن الولاد يعني، فبيقول لي انا في سنه اولى سنه بعد موضوع بقى الثانويه العامه والنتيجه اللي طلعت والكلام ده كله، فلقيته بيقول لي انا في اولى سنه اخش ادبي ولا علمي؟ فهو بيسالني انا كحد هرشده واساعده، طب يعني ايه هخش ادبي ولا علمي؟ فين السؤال؟ انت عايز تطلع ايه؟ قال لي ما اعرفش، انا بسالك انت قول لي اخش ادبي ولا علمي. طب انت محتاج تطلع ايه اصلا؟ يعني انت محتاج تطلع دكتور، اكيد مش هتخش ادبي. اكيد حابب تطلع مهندس، هتخش علم رياضه وهكذا، يعني كل تخصص ليه مثلا الحاجه بتاعته. هو للاسف مش عارف يخش ايه. هو الثانويه العامه بقت الهاجس او بقت الرعب اللي بيهدد جميع مواطنين مصر كلهم، يا اما الطالب يا اما ولي امر الطالب، يعني الاثنين بيبقوا مهددين بالضياع عشان خاطر كلمه ثانويه عامه. انا احب اوضح بقى للناس، يعني اتمنى ان كل اولياء الامور تسمع الكلمتين دول وتفهمهم كويس. مفيش حاجة أبدا اسمها علمي وأدبي ومجموعك كام وأنت فاشلة فخشي أدبي، لا أنت ناجحة خشي علمي، لا أنت هتكسفينا في الثانوية العامة، لا أنت مش كويس أنت مستواك وحش، لا أنت هتدوخنا خش صنايع. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، في حاجة اسمها حلم وهدف. أنت حلمك تطلع إيه؟ أنت عايز تطلع إيه؟ أنت حابب تكون إيه؟ أنت شايف نفسك في إيه؟ لأن خد بالك إحنا ممكن نحلم حلم يكون مش بتاعنا. يعني هي الفكرة كمان إن أنت ما تيجي تحلم الحلم ممكن يطلع الحلم مش بتاعك. إزاي؟ انا ممكن اكون بحلم ان انا اطلع مثلا لاعب كره قدم، بس انا عندي شويه اطفال، يعني ممكن يكون الحلم ده مش بتاعي اصلا، بس انت بتحلم حلم يعني مش امكانياتك مش في الحلم ده، مش مساعداك. بجانب نقطه تانية، انت انا دلوقتي عندي هدف ان انا عايز اطلع مثلا اخش كليه تجاره، ليه بابا وماما لازم هنا بقى يبداوا يحاصرونا وانت فاشل وهتطلع بتاع تجاره وهتطلع مش عارفه ايه؟ مين اللي قال ان بتاع تجاره فاشل؟ مين اللي قال ده؟ يا جماعه احب انبه على نقطه مهمه جدا، مفيش حاجه ابدا اسمها كليه قمه. في حاجه اسمها انت هتبقى قمه في انهي كليه؟ هي دي الفكره. انت هتبقى قمه فين؟ ولا انا كلامي مش واصل لكم؟ لا صح. انا هخش كليه معهد، هخش معهد وبقيت قمه في المعهد ده واخترعت حاجات ما حدش اخترعها قبل كده، ما مش هبقى انا ساعتها دكتور بقى؟ هتبقى دكتور برضه. لقب دكتور مش معناه ان انا خرجت من طب. خليك دكتور في مجالك، خليك نجم في مجالك. مش حابب الموضوع بتاع المجتمع اللي انا شايفه دلوقتي، ان مثلا ايه الشباب كلها كانت بتجري على كره القدم ليه؟ خدوا بالكم من النقطه ان 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 الفكره في ان هو بيبقى عندنا شويه مشاكل وضغوطات نفسيه وعندنا احتياجات نفسيه اصلا اصيله موجوده جوانا احنا بنتولد بيها. فالولد مولود باحتياج نفسي اللي هو ايه؟ انا عايز اتشاف، اتحب، اتقبل. ثلاث احتياجات مهمين جدا. لو احنا اثناء تربيتنا لابننا او للشخص اللي احنا بنربيه ده ما قدرناش ان احنا نديله نشبع الاحتياج بتاع القبول وان هو يتشاف، حته انا محتاج اتشاف، لو ما قدرناش نشبع ده بيظل عنده الهاجس وبيظل عنده المشكله. فبدات ان كله يتجه لكره القدم. ليه؟ لان اللاعب بتاع كره القدم مشهور والناس بتقعد له على القهاوي وبتستناه، ف
فانا عايز ابقى لاعب كره قدم. لكن هل انت بتحب كره القدم فعلا؟ هل انت شاطر فيها؟ هل انت مبدع فيها؟ هل انت اتدربت بما يكفي لتصبح لاعب كره قدم مشهور؟ للاسف ممكن يكون لا. لكن انا عايز، انا حلمي ابقى لاعب كره قدم. وساعتها بنرمي بقى اللوم على ايه؟ على البلد وعلى الظروف وعلى الكوسه وعلى المدرب وعلى الفلوس، واصل كله بيخش بالواسطه. مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ يعني انت عايز تقنعني ان اللاعب الفلاني مثلا، اللاعب المشهور اللي الناس كلها بتحبه محمد صلاح ده دخل بالواسطه؟ عايز تقنعني ان طارق حامد دخل بالواسطه؟ لا. طب ما دول لاعبين اهو، ناس محترفه، ناس شاطره، ناس بتعرف تلعب كره القدم وربنا كرمها. يبقى اذا قصه الواسطه اللي هم بيتحججوا بيها عشان يداروا على فشلهم في ان هم حلموا حلم مش حلمهم، بتبقى بارزه قوي. دايما الدوله السبب، دايما الحكومه اللي اثرت معاها، ما حدش اثر معاك، انت اللي اخترت حاجه مش مناسبه ليك. خلصنا من كره القدم، دخلنا في جزئيه تانية بقى اللي هي ايه؟ تيك توك. فانا التيك توك هنتكلم في حلقه باذن الله منفصله عن موضوع التيك توك ده يعني بتفصيليه. فدخلنا في التيك توك، برضو موضوع التيك توك ده عشان عايز اتشاف. فانا لو مش متشاف وسط اصحابي، مش متشاف مش عارفه فين وبتاع، فبقوا يعملوا حاجه اسمها ايه بقى؟ المشاهير. هو مش عارف يبقى ممثل في التلفزيون، فقال لك انا ابقى ممثل على التيك توك، وابدا ان انا نعمل مجموعه المشاهير ونتقابل على كوبري مش عارفه فين، واصل مش عارف فلان بدون ذكر اسامي بقى حد، فلان على كوبري مش عارفه ايه، فتلاقي العيال كلها بتجري ورايحين يتصوروا معاه. هو كده ارضى ايه بقى؟ ارضى الاحتياج اللي للاسف الوالدين ما اشبعوهوش، اللي هو احتياج ايه؟ ان اتشاف، احتياج ان اتقبل. احنا لو اشبعنا بقى احتياجاتنا النفسيه لاولادنا دول، اكيد الدنيا هتبقى افضل بكتير والطف بكتير. انا مش حابب بصراحه ان انا ابني او ابنك او ابن حد من مصر الجميله دي يتجه اتجاهات احنا مش يعني مش حابينها، يروح في حتت مش هتوديه في حاجه خالص، غير في الاخر ان هو هيفضل جوه التيك توك، هو هيتحسر جوه التيك توك كده. لان حتى التيك توك محتاج برضو مقومات نجاح. تخيل يعني حتى التيك توك محتاج مقومات نجاح. هل كل اللي على التيك توك بقوا مشهورين بالقدر المتساوي او الكافي؟ لا اكيد لا. فنرجع تاني لسؤالك بقى، يعني كل دي كده مقدمه ظريفه لحته السؤال اللي احنا اصلا بدانا بيه الحلقه. طب هو انا لما اجيب في الثانويه العامه 50%، انا كده اسمي انسان فاشل؟ كلمه فاشل ما ينفعش اصلا اقولها على حد. لا، انت مش انسان فاشل، انت فشلت او قصرت في الثانويه العامه فجبت 50%، لكن هل انت فاشل؟ لا بالعكس، انت ممكن ال 50% دول يخلوك انت قائد في يوم من الايام، 50% دول ممكن يخلوك حاجه ثانيه. بس الفكره كلها في ايه، او العبره من ايه؟ انك تبدا تغير من استراتيجيه بقى نجاحك، وتبدا تغير من معتقداتك، تبدا تغير من خطه نجاحك مره تانية، وتبدا تخلي ال 50% دول تحولهم من ان هم كانوا في يوم من الايام مصيبه بالنسبه لك حصلت، لان هم بقوا دافع للنجاح فيما بعد. دخلت معهد، دخلت كليه، دخلت اي مكان، انت قدرت تحول ده، انت بقيت متميز وبقيت قمه في الكليه او في المعهد اللي انت دخلته، وخدمت المجتمع بشيء. السؤال، انت سبت ايه للمجتمع؟ انت عملت ايه للمجتمع؟ هو ده النجاح، ان اسيب اثر، وان اكون يعني سبت علامة وسط الناس، تعيش وسط الناس. كده انت اسمك انسان ناجح. الفكرة هي مش دعوة لان انا اخلي الطالب مثلا انت مش مجموع درجات فخلاص ما جبتش درجات، لا الفكرة مش في كده خالص. بس الفكرة حاجة تانية، الفكرة في ايه؟ انا دلوقتي اوريدي جبت 79%. ماما بتعيط وبابا بيضربني، يعني ماما بتعيط عليا وبتلولو عليا بقى وبتصوت، وبابا بيضربني بالشبشب وبيجري ورايا بالشبشب زي ما احنا عارفين طبعا كل البيوت المصرية. طيب ماما بتعيط وبابا بيضربني. ماما لما تعيط ال 79 هيتحولوا ل 99؟ لا. اكيد لا. لا. طيب بابا اللي بيضربني بالشبشب ده، كل شبشب هينزل على وشي مثلا يعني، هيحول ال 79 ل 99 برضه، او هيزودني درجه يعني كل شبشب بدرجه؟ لا. اكيد لا. يبقى ولا الضرب ده هيفيدني بحاجه ولا اي حاجه. في حاجه اسمها بقى ان انا ايه؟ ارضى بما ليس منه بد. كل ما هترضى بالحاجه اللي مفيش منها تغيير، هتقدر اصلا تنجح في اللي بعديها. هل انا هقدر اغير 99% دول؟ مش هقدر اغيره. يبقى خلاص ابدا ان انا اخش في الايه، في الخطوه اللي جايه، اشوف تنسيقي ايه، اشوف كليتي اللي انا هخشها ايه، ابدا ان انا انشط نفسي عشان خاطر ابقى رقم واحد في الكليه اللي انا هخشها. طب انا هسالك سؤال، رقم واحد على الجمهوريه في الثانويه العامه من 10 سنين مين هو؟ ما عنديش. مش انجاز يعني، صح؟ مش انجاز يذكر عشان احنا دلوقتي نبقى فاكرين. صح. من 10 سنين ايه العلامه او الاثر اللي هو سابه؟ طب بلاش السؤال ده، خلينا في سؤال تاني. هو من 10 سنين كان الاول على الثانويه العامه، طب هو النهارده فين؟ أدعى. في كليه ايه؟ بيعمل ايه؟ لما اتخرج من الكليه طلع دكتور شاطر ولا طلع دكتور مش شاطر؟ هي كليه الطب يا جماعه كل اللي بيطلعوا منها رقم واحد في مصر او في العالم؟ احنا عندنا مجدي يعقوب واحد، وعندنا اطباء تانية كتير طبعا تحترم وشاطره وممتازه، بس هل كلهم شاطرين وممتازين؟
طب انا في الكليه معايا، كنت انا مثلا راجل ومعايا رقم اللي اعلى مني في المجموع في في الثانويه، وكان معايا في نفس الكليه مثلا، انا بقيت جبت امتياز وهو جاب مقبول في سنه اولى كليه، يبقى اذا الثانويه العامه مش النهايه يا جماعه، بالعكس دي البدايه، دي البدايه. فحسب بدايتك ايه انت هتبدا تكرس مجهودك وامكانياتك وطاقتك عشان تقدر ان انت تنجح. طيب ده بالنسبه للناس اللي هم في ثالثه ثانوي. طب الناس اللي في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي بقى اللي عايزين يخشوا اصلا العالم ده، واحنا بدانا نرعبهم من قبل اصلا ما يدخلوها، ما يخشوها، احنا انتوا مخوفينهم من قبليها. انت 100 في لازم تجيب 100%، 99%، طب انا ما جبتش هعمل ايه؟ طب هو لسه هيخش الثانويه العامه، نبدا ان احنا نفشله بقى ونكرهه في عيشته يعني؟ لا بالعكس، اقعد معاه ابدا اخليه يخطط حلم زي ما احنا قلنا، يحدد هدف، انت عايز تطلع ايه؟ اطلع كذا. ولازم لما اقول انا عايز اطلع دكتور مثلا، طب عايز تطلع دكتور ليه؟ مفيش حاجه اسمها اصل حابب كده بس، الحب لوحده مش كفايه، وعايز لوحدها مش كفايه، ومحتاج لوحدها مش كفايه. احنا عايزينك انت عايز تطلع دكتور ليه؟ بتحبها؟ امكانياتك موجوده ولا مش موجوده؟ ايه العقبات اللي هتقابلها في حياتك، صح ولا مش صح؟ في نظريه شهيره اسمها الدي ان ايه لتحقيق الحلم، بتقول ايه بقى الدي؟ يعني دريم، يعني حلمك. طيب انت حلمك ايه؟ بتصوغه. الان نيجاتيفز، يعني ايه نيجاتيفز؟ يعني السلبيات سلبيات او العقبات اللي ممكن تواجهني اثناء تحقيق حلمي. العقبات دي انت قدها ولا مش قدها؟ هتعرف تتخطاها ولا مش هتعرف؟ كل دي اسئله بتسالها لنفسك. الايه دي بقى الاكت، الفعل بقى الحقيقي اللي انت هتعمله، ايه الخطه اللي انت هتعملها عشان خاطر تحقق الحلم ده؟ ايه الخطه وايه التدريج؟ ايه مين الناس اللي معاك؟ مين الناس اللي معاك؟ يعني انا مثلا بيجي لي واحد انا بحب كره القدم، جميل، مين اللي بيلعبوا اصلا كره القدم؟ ما يعرفهمش. افتح الفيسبوك بتاعه ادور على يعني ادور فيه، مفيش اي حاجه بتدل على ان هو لاعب كره قدم. طب انا هعرفك ازاي او هعرفك منين؟ انت ما اتكلمتش عن حلمك ولا صحته ولا يعني قربت من الناس اللي هي اصلا في المجال ده، انت فاهمني؟ وبالتالي بنبدا ان الشخص ده ايه، بيحلم حلم على الفاضي زي ما بيقول. فالنظريه دي لو احنا طبقناها حتى على الثانويه العامه نفس الكلام. طب انا عايزه اكون دكتوره، دكتوره بقى علمي، يبقى انا كده اخترت اول حاجه ان انا دخلت علمي. طب انا لما اخش علمي انا قد ده ولا مش قده؟ الخطه هتكون ايه؟ هتكون 1 2 3. طب العقبات اللي هتقابلني كذا 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 كذا. طب لو حصل ان مجموعي قل، ايه البديل؟ لازم يبقى في مرونه برضو، ايه البديل اللي ممكن يحصل لو انا مجموعي قل نتيجه اي حاجه؟ لان خد بالك القصه برضو في الثانويه العامه في المجموع مش بس المذاكره، ما انا ممكن يحصل اي ظرف في اي وقت يخليني ان انا اقصر غصب عني، صح الكلام؟ صح. فهي دي النقطه. فانا نفسي يا جماعه، يعني الكلام بقى للمشاهدين مره تانية، نفسي ان احنا نحتوي ولادنا وندعمهم ونشجعهم، مش نكبتهم ولا نحبطهم ولا نضايقهم. كل ما انا هشجع ابني كل ما هو هينجح، كل ما انا هفهمه ان هو مقبول عندي بال 50% وبال 100% يعني في كلتا الحالتين هو ابني، فانا قابله. انا مش قابله عشان مجموع، انا ابني ده مش مجرد مجموع درجات، وابني مش شويه كليات هيخشها، وابني مش موجود عشان يخش الكليه اللي انا عايزاها او اللي انا عايزها، لا طبعا. ابني لازم هو اللي يحلم بكليته اللي هو عايزها ويخشها. سمعنا كتير جدا عند دكاتره وسابوا مهنتهم واشتغلوا حاجه تانية. سمعنا عن ضباط شرطه دخلوا كليه الشرطه وخلصوا الشرطه وبعد كده سابوها واشتغلوا حاجات تانية، صح ولا غلطان؟ صح. في فنانين وممثلين كانوا ضباط. الفكره كلها ايه؟ ان هو اتحط في حاجه كان بابا وماما اللي عايزها مثلا، هو دلوقتي لما خلص طلع ان مش هو ده، مش هو ده اللي هو كان عايزه، بدا يغير اتجاهه الفكري او اتجاهه المهني، حتى المهنه ممكن يغيرها، هو اتحط في مهنه مش حابب ان هو يكون ماشي فيها. ليه بقى؟ احنا دايما عندنا الهاجس ده، خش كليه الطب عشان في تكليف، عشان في فلوس، عشان الدوله تصرف عليك، احنا دايما عايزين الدوله تاكلنا وتشربنا، انت فاهمني ازاي؟ ده اللي دخل تجاره دوت، انا عندي انا حاجه تانية، انا بالنسبه لي انا ده حاجه تانية. ده راجل هيعتمد على نفسه، هيظهر في وسط ملايين، لو قدر يظهر هو ده القمه الحقيقيه مش التاني، هو ده القمه الحقيقيه. فانا مش عايز ادور على كليه اتمحك فيها فابقى قمه عشان هي قمه، لا انا اخش كليه ابقى انا قمه جواها، هي دي الفكره. يبقى الفكره مره تانية مش كليه القمه فين، انا هبقى قمه في انهي كليه. اتفقنا؟ نرجع بقى لضيوفنا الجميله. محمود انت كان ليك طبعا تجربه زي ما احنا عارفين ان انت كنت مضغوط او في شويه مشاكل او كده دفعتك ان انت سلكت سلوكيات خاطئه، الطريق اللي هو الخط الاحمر بقى عديناه ودخلنا في طريق مش كويس خالص، نتيجة الصحاب، نتيجة حاجات كتير جدا، وطبعا أكيد كان في جزء من الأهل سبب في الموضوع. اضطريت إن أنت تلجأ لأصحاب السوء، اضطرينا إن إحنا نعمل حاجات مش كويسة كتير. أنا حابب إن أنت تكلمنا عن تجربتك ديت للمشاهدين عشان يعرفوا قد إيه أنت كنت فين وبسبب إيه،
ودلوقتي الحمد لله رب العالمين بقيت فين عشان كلنا ناخد بالنا من ولادنا ان هم ما يخشوش الطريق ده، او نلحقهم ونغيرهم ونساعدهم على تغيير انفسهم عشان يبقوا احسن. كلمنا بقى عن تجربتك كده ومن بدايتها، يعني انا عايز اعرف البداية ايه وايه الضغوط اللي دفعتنا لده. والله البداية بدأت من امتحانات تالتة إعدادي، كنت مضغوط بسبب الامتحانات، وكان البيت كان ضاغط عليا بطريقة وحشة، وبقيت أخش الامتحانات وأنا مش عارف أي حاجة. انا عندي صوتنا شويه بس عشان الناس كلها تبقى سامعه. بقيت أخش الامتحان وأنا مضغوط نفسيا ونفسيتي زي الزفت، امتحانات تالتة إعدادي. امتحانات تالتة إعدادي وخلتني أجيب درجة وحشة، فما لقيتش حل اللي انا فيه، فاتجهت للسجاير، اتجهت لصحاب السوق. حسيت في الاول بارتياح اللي هو يعني انت ايه شربت السجاير من سن تالتة إعدادي؟ من تالتة اعدادي، حسيت في الاول ان يعني براحة، اللي هو انا زعلان ومتعصب ومتضايق في البيت، انزل ادخل اشرب سجاير مع اصحابي. كنت فاكرها اللي هي بنخرج الطاقة السلبية فيها. فعديت تالتة إعدادي وأولى ثانوي وتانية ثانوي، لحد تانية ثانوي كنت بدخن، لحد بقى ما تعبت وشفت أضرارها. أضرارها طلعت عليا، نهجان في طلوع على السلم، طريقة كلامي، طريقة نهجان. أسلوبي، وانت عندك 15 سنة، انت صغير لسه وأنا 15 سنة نهجان نهجان، مش قادر تطلع مش السلم قادر وانت أطلع لسه الدور التاني. شباب زي ما بيقولوا. وطريقة تعاملي مع أهلي اتغيرت للأوحش، وأسلوبي اتغير فبالتالي وشكلي هما بقوا اتغير، أسوأ كمان فبالتالي بقى هما أسوأ من اللي كانوا في الأول. من الأول. من طبعا، الأول لأنه بقوا شايفينك وحش أكتر. بقوا شايفيني فوق الوحش، وناس كتير قوي بعدت عني، بعدت عني بشكل وحش، وناس كتير قوي قربت مني، اللي يعني هم السوق بقى. اللي هما أصحاب السوق، لحد ما تعبت بسبب السجاير وعرفت مين صاحبي ومين صاحبي عشان خاطر السجاير والمصلحة. لحد تانية ثانوي أنا كنت بدخن، من بقالي أكتر من 3 شهور أهو بطلت تدخين عاش ليك طبعا، يعني انا بجد الحمد لله بحييك، انا فخور بيك، يعني خد بالك انا فخور الحمد بيك. لله. دايما احنا عندنا الرابط مش انا كنت ايه، انا دايما عندي الـ يعني الفكره كلها في انا بقيت ايه وهبقى ايه؟ وهبقى ايه. برافو عليك. انا بقيت ايه دلوقتي في الحاضر، انت كلمني عن الحاضر بتاعي مش عن الماضي، خدت بالك؟ فانا مبسوط طبعا، انا فخور بيك جدا. يعني احنا كنا في طريق وحش، قدرنا نعرف ان هو وحش، دي بدايه كويسه، اعترفنا بوجود المشكله دي بدايه رائعه، وبدانا بعدها نتغير. لان خد بالك يا محمود، هي الفكره كلها في ان احنا احيانا بنرفض، يعني بنفشل في التغيير لان احنا بنرفض المشكله مع ان احنا المفروض نقبلها. بس خد بالك، اقبل وجود سلوك خاطئ مش معناه وافق عليه. يعني حتى الكلام ده لبابا وماما، ازاي لو انا ابني بيعمل حاجه غلط مثلا، بيشرب سجاير مثلا، ما ارفضش ابني عشان خاطر بيشرب سجاير. كل ما هرفض ابني كل ما هيشرب سجاير اكتر، والسجاير هتبقى حاجات تانية كتير قوي. هي الفكرة في ايه؟ انت اول حاجة او اول خطوة بتعملها، انت بتقبل ابنك بالسلوك اللي بيعمله. وكلمة اقبل مش معناها وافق. مرة تاني، يعني ايه؟ يعني اقابل ان ابني بيشرب سجاير بس اعاقبه طبعا، انا مش موافق على اللي هو بيعمله، لكن قابله. يعني ايه قابل ان هو بيشرب سجاير؟ يعني معترف بوجود المشكلة، انا اعترفت بوجودها. ده رقم واحد. رقم اتنين اعمل ايه بقى؟ ابدأ ارضى بالامر الايه؟ مش الامر الواقع، الامر اللي ملوش، لان الامر الواقع انا اعرف اغيره، الامر اللي هو ملوش بد زي ما قلنا، او مفيش منه مفر، خلاص دي حقيقه قدامي. فانا هبدا ان انا اول حاجه هقبل الشيء الغلط اللي بيحصل. رقم اتنين هبدا ان انا ارضى بايه؟ ارضى بالامر بالامر اللي ما فيش منه هروب، اللي هو الحقيقه. بعد كده هبدا اغير الواقع. لما ابدا اغير الواقع هعمل ايه بقى في تغيير الواقع؟ اقدر اغيره؟ اه طبعا اقدر اغير الواقع. انا ما اقدرش اغير الحياه بس اقدر اغير الواقع. بغير الواقع لما بغير اللي جوايا. اول ما انا بتغير اكيد الواقع اللي حواليا بيتغير، زي ما انت دلوقتي هتقول لنا الجزء الايه بتاع التغيير ده، صح كده؟ فاحنا دلوقتي بدانا نتغير، فيا ترى ايه اللي جالنا بعد التغيير؟ الحمد لله ما بدأت أغير من نفسي وبدأت أطور من نفسي. ناس كتير قوي قربت طيب مني. احنا نطلع فاصل تمام وبعد كده هنكمل مع بعض، تمام اتفقنا؟ تمام نطلع فاصل يا جماعة ونرجع تاني لمحمود.
اهلا بيكم يا جماعه. نكمل بقى كلامنا تاني، نشوف بعد التغيير ايه اللي حصل. وبعد التغيير الحمد لله اتغيرت بحاجات كتير قوي، والناس الكويسه قربت مني الحمد لله، واتغيرت في طريقه كلامي بقى وطريقه واسلوبي مع الناس، والناس حسيت بقت ان بقيت تحبني. تحط رجلك على على اول طريق سلم النجاح، اول سلم النجاح. الثانويه العامه بقت احسن، انت دلوقتي دراستك افضل، مخك بقى متفتح اكتر، وقت للمذاكره بقى اكتر، كويس جدا، وعادي في البيت بقى اكتر. انا بجانب الفلوس بقى، انت والفلوس كمان هات اهم الفلوس حاجه، جريت في ايدك اهم حاجه. هذا بطلنا تدخين، صحتك السلم، ودلوقتي الصحه، بقيت تمارس الصحه رياضه، بقيت والفلوس، الدنيا افضل. الصحه والفلوس وحب الناس ليا طبعا، وتقديرهم ليك وتقديرهم ونظره ليك المجتمع نفسها ليك انت، ونظره الناس ليا ونظره المجتمع ليا. انا بقيت حاسس نفسي ان انا ناجح، ممتاز طبعا. وبقيت حاسس ان انا عملت حاجه ناس كتير قوي ما عرفوش يعملوها. انا طبعا فخور بيك جدا، يعني فخور بيك جدا وبحييك، واحب ان الله انا يعني يخليك. اقول برضو من خلال تجربتك دي يعني نصيحه للساده المشاهدين. خدوا بالكم يا جماعه ان انا ممكن اكون بحب ابني، بس بحبه بطريقه خاطئه او كده. وفي نفس الوقت الكلام برضو لمين؟ للمراهقين دول بقى، او للشباب والولاد. يا جماعه بابا وماما مش ضدنا، ومش ضدنا، بس احيانا بيكون بابا وماما، تمام، بيكون بابا وماما يعني ضاغطين علينا لان هما ما يعرفوش الا ده، فعايزين نقرب من بعض تاني ونمد جسور الثقة بيننا وبين ولادنا، عشان نبدأ ان احنا نغير من ولادنا وواقع حياتهم، ونبدأ ان احنا نجيب جيل زي ما احنا قلنا، جيل يشرف ويشرفنا كلنا. انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم، واستنوني في الحلقة اللي جاية بإذن الله يوم السبت اللي جاي الساعة 11:30 صباحا.